عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصى الله موسى عليه السلام: يا موسى، إن من عبادي من لو سألني الجنة بحذافيرها لأعطيته، ولو سألني فلان صوتا لم أعطه، ليس ذلك عن هوان له علي، ولكن أريد أن أدخر له من كرامتي وأحميه من الدنيا كما يحمي الراعي غنمه من مراعي السوء. يا موسى، ما ألجأت الفقراء إلى الأغنياء لأن خزائني ضاقت عليهم، ولأن رحمتي لم تسعهم، ولكن فرضت للفقراء في أموال الأغنياء ما يسعهم، أردت أن أبلو الأغنياء، وضاعفت لهم في الدنيا للواحدة 10 أمثالها. يا موسى، كل الفقراء كنزا، وللضعيف حصنا، وللمستغيث غياثا، أكن لك في الشدة وفي الوحدة أنيسا، وأكلوك في ليلك ونهارك. هذه وصية الله سبحانه وتعالى بعباده الفقراء.